الأخبار. أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم. هذه الإذاعة الوطنية التونسية، ومن نحييكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. في هذه النشرة، تسجيل 52 حالة وفاة و1598 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب بلاغ لوزارة الصحة. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تنبه من تفاقم أزمة نقص الأدوية وتدعو الدولة إلى إيجاد حل جدي. دفع التعاون الثنائي وتجاوز تبعات جائحة كورونا أبرز محاور مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ونظيره الجزائري. وفي العالم، المملكة المتحدة تسجل حصيلة غير مسبوقة في الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء أمس أن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد 19 ارتفع إلى 4570 حالة وفاة بعد تسجيل 52 حالة وفاة إلى غاية 28 من الشهر الجاري. وأكدت الوزارة تسجيل 1598 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 6403 تحاليل مخبرية. وأعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس على هامش زيارته إلى ولايتي سوسة والمنستير وضع الحكومة استراتيجية للتلقيح ضد فيروس كورونا وكسر حلقات العدوى، مشيرا إلى الانطلاق في إنجازها بداية السنة القادمة. رئيس الحكومة يعتبر أن الوضع الوبائي بالبلاد ما زال خطيرا ويستوجب مزيد الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة. وفي الأثناء، أكد مدير معهد باستور تونس وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الهاشمي لوزير في تصريح للأخبار عدم تسجيل أي حالة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا بتونس إلى حد الآن. نجموا نزيدوا، وإحنا حسينا الباحثين والناس اللي يعملوا في المخابر الفيرولوجية باش يوليوا يعملوا في صورة ما عندهم الشك، يوليوا نجموا يعملوا تقييم جيني ونجموا يشوفوا بها كان موجودة ولا مش موجودة. دونك إلى حد معلوماتي للآن ما جاتش السلالة هذه لتونس، لكن فما بعض المخابر اللي يعملوا في تقييم جيني ونجموا يثبتوا كان هي جات ولا ما جاتش. نبه نائب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة أمس في تصريح للأخبار من النقص الفادح في الأدوية، ودعا إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل جدي لحل اضطراب التزود بالأدوية، مشيرا إلى الوضعية الصعبة التي تمر بها الصيدلية المركزية. احنا كنا نبهنا منذ 2018 على الموضوع هذا تاع نقص الأدوية والأزمة تاع الصيدلية المركزية. الأزمة هذه كل عام قاعدة تتفاقم. سنة 2019 تعدت سنة أقل حدة من الموضوع هذا، خاطر وقع إسناد قرض للصيدلية المركزية. القرض هذا تعدى سنة 2019 في ظروف طيبة. سنة 2020 رجعت الأزمة. اليوم الأزمة هذه زادت تفاقمت في الصناعات المحلية بحكم الاضطراب في المواد الأولية. اليوم البلاد التونسية تشهد اضطراب في التزود في الأدوية. التدخل باش يكون عن طريق الصيدلية المركزية بالمبالغ اللازمة اللي هي لازمها اليوم توفرها الدولة. الصيدلية المركزية هي تحب من عند الدولة مبالغ ضخمة جدا. ثاني حاجة معناها اليوم بالنسبة للصناعة المحلية هذا مشكل عالمي، اليوم ما فماش حلول إلا بامتثال أزمة الكوفيد. ومن جهته، أوضح رئيس جمعية الصيادلة ناظم الشاكري أمس أن تونس تعرف نقصا وصفه بالفادح في الأدوية يصل إلى 532 دواء حسب قائمة محينة، بعد أن كان في حدود 333 دواء في شهر نوفمبر من السنة المنقضية. مثل مزيد دفع العلاقات الثنائية وتطويرها باتجاه تجاوز التبعات السلبية لجائحة كورونا والتشجيع على بعث مشاريع اقتصادية تحقق منافع مشتركة للبلدين محور مكالمة هاتفية بين وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس ونظيره الجزائري صبري بوغادوم. المكالمة مثلت مناسبة وفق بلاغ لوزارة الخارجية لمواصلة تنسيق المواقف والتشجيع
التشاور حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي، بما يضمن استقرار هذا البلد الشقيق واستعادته دوره في القارة الإفريقية وفي المنطقة المتوسطية. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها أمس أن شحنة الكاكاوية غير الصالحة للاستهلاك والمقدرة ب 25 طنا قد أتلفت منذ 20 من مايو المنقضي. وأوضحت الوزارة أنه تم إيداع ملف التوريد يوم 24 مارس الماضي بالمركز الحدودي للمراقبة الصحية النباتية بميناء سوسة، وتمت معاينة المنتج خلال شهر أفريل الفارط. ونظرا إلى عدم توفر شروط السلامة الصحية بأكياس الكاكاوية وتردي جودة المنتج المورد، تم رفض شحنة الكاكاوية القادمة من مصر وتحرير محضر حجر في الغرض وإتلاف كامل الشحنة. تنطلق اليوم حملة وطنية لنظافة وصيانة المؤسسات التربوية ببادرة من وزارة التربية تحت شعار المدرسة صغارنا مستقبلنا. وفي هذا الصدد أوضحت المستشارة بديوان الوزارة وجدان بن عياد أن هذه الحملة ستشمل المؤسسات التربوية التي تتطلب تدخلا عاجلا، وأنها تستهدف في مرحلتها الأولى مؤسستين تربويتين بكل بلدية. تنطلق الحملة مع 10 متاع الصباح بمعدل 2 مؤسسات في كل بلدية. القائمة متاع المؤسسات موجودة على موقع وزارة التربية، لأن كل مندوبية التربية اختارت المؤسسات اللي باش يتم فيها التدخل. الدعوة مفتوحة لجميع المكونات المجتمع المدني. وزارة التربية صحيح اشتغلت على البرنامج هذايا عندها توا فترة بالتنسيق مع مختلف الشركاء. سنة 2021 باش يكون كل أحد من كل شهر. هي العملية احنا حابينها تتواصل في شكل برنامج مع المؤسسات التربوية العمومية باش نواصل البرنامج هذايا، واللي هو باش يكون عملية مفتوحة ومنفتحة لجميع الشركاء. على أثر رصد حملة تصيد جديدة بصدد الانتشار على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لقراصنة ينتحلون صفة البريد التونسي، تدعو الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى التثبت من صحة الصفحات التي يتم الولوج لها على الانترنت عموما وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص. المكلفة بالإعلام بالوكالة أمل الوسلتي. الرفع من درجة اليقظة والحذر لدى مختلف مستعملي الشبكات المعلوماتية وخاصة موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك على إثر رصد موجة جديدة من التصيد وانتحل فيها القراصنة صفة البريد التونسي باعتباره مؤسسة مالية. الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية دعات في الإطار هذا جميع مستعملي الشبكات المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه يقوموا باجتناب الإدلاء بأي معطى خاص أو شخصي على غرار أرقام بطاقات التعريف الوطنية وأرقام بطاقات الائتمان البنكي أو البريدي ومختلف المعطيات الخاصة والشخصية. أيضا الرجوع في كل مرة إلى المؤسسة الأصلية لمصدر الخبر للتأكد من مصداقية الأخبار المتداولة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان. أهلا بكم من جديد في أخبار العالم. استئناف الجلسات التفاوضية لملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم لبحث الحل التوافقي بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموحدة ومناقشة التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها. المملكة المتحدة التي تواجه تسارعا في تفشي وباء كوفيد-19 بسبب تحور فيروس كورونا المستجد تسجل 53,135 إصابة جديدة أمس في حصيلة غير مسبوقة حسب ما كشف تقرير حكومي. المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يحذر من مخاطر مرتفعة لتسبب سلالتي كوفيد-19 المتحورتين اللتين اكتشفت مؤخرا بتفاقم الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية وبرفع معدل الوفيات نظرا إلى قدرتهما الأكبر على التفشي.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود سالما إلى الجزائر أمس بعد شهرين من العلاج في مستشفى بألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وفق صور أظهرها التلفزيون الحكومي. مقتل جندي سوري وإصابة 3 آخرين اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا قرب دمشق وفق ما أفاد بذلك مصدر عسكري سوري. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد أن التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة سيتواصل رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر على تركيا على خلفية شرائها منظومة دفاع صاروخية روسية الصنع. وزير الدفاع التركي خلوسي أكار يعلن عن وصول عسكريين من بلاده إلى أذربيجان استعدادا لبدء مهامهم في مركز مراقبة وقف إطلاق النار المشترك مع الجانب الروسي بإقليم ناغورني كاراباخ. متحدثة باسم المفوضية الأوروبية تعلن على تويتر أمس أن رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل سيوقعان صباح اليوم مع لندن اتفاقا ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 7:11 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا أنيس لوريمي وتلفزيا عمار الجبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وقد جاء في هذه النشرة تسجيل 52 حالة وفاة و 1598 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب بلاغ لوزارة الصحة. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تنبه من تفاقم أزمة نقص الأدوية وتدعو الدولة إلى إيجاد حل جدي. دفع التعاون الثنائي وتجاوز تبعات جائحة كورونا أبرز محاور مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ونظيره الجزائري. هذا وطنيا، أما في العالم، المملكة المتحدة تسجل حصيلة غير مسبوقة في الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حاتم بن عمارة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.